السنة ميزانهم الكتاب والسنة، يقولون بالكتاب والسنة ويعملون بالكتاب والسنة وينصحون للكتاب بالكتاب والسنة. فضيلة الشيخ، أسئلة كثيرة تأتي فيما يتعلق بالصيام الست من شوال قبل قضاء الأيام التي أفطرها الإنسان في رمضان، هل يجوز ذلك أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد أوجب الله جل وعلا على المؤمنين القيام بأركان دين الإسلام كما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فصيام رمضان من أركان دين الإسلام، وقد قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن الأمور المستحبة على الصحيح من أقوال أهل العلم صيام ستة أيام من شوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. وظاهر هذا الحديث يدل على أنه لا بد من صيام رمضان أداء وقضاء قبل البدء في صيام ست من شوال، لقوله: ثم أتبعه، وثم تفيد التعقيب، مما يدل على أنه يشترط في صيام ست من شوال أن يكون الإنسان قد صام رمضان أداء وقضاء. وأما بالنسبة لمن لم يتمكن من الصيام لعذر أو نحوه كالمرأة النفساء، فهذه يرجى أن يكتب لها الأجر كاملا. وأما من يستدل بما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، فليس فيه دلالة على أنها كانت تصوم ست شوال، إذ إن إثبات هذا الأمر إليها رضي الله عنها يحتاج إلى دليل. نعم.